احنا يا جماعه في تاني اسقع حته في سيبيريا كلها. انا والله والله ما حاسس بمراكيري ولا حاسس بايديا ولا حاسس بمراكيري ولا حاسس اي حاجه. الدنيا ساقعه جدا. احنا وسط القطر ده من ايام الاتحاد السوفيتي. واحنا يعني زي ما وعدتكم يا جماعه علم مصر هو اترفع والله زي ما وريتكم علم مصر عشان بس نثبت العالم كله ان احنا ما بنعرفش الحدود. انا متلج يا جماعه والمصور بتاعي معلش عشان معهوش ايكويبمنت عشان نسيناها فمش عارف يصور يكمل التصوير. وده عمنا حبيبنا الراجل ده مظبط السوايده بيعمل لهم اكل وشرب وكل حاجه والدنيا زي زي 100 100 عمره ما عاد بره بس ماشي عشان السوايده بيكيشوه. يلا خليكم معانا تابعونا ان شاء الله. المحطه الجايه بقى اسقع حته في سيبيريا عشان يسيب العلم ان شاء الله. اجاجوفيتش.